بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثامن، اليوم بدنا نحل أسئلة درس مبرهنة فيثاغورس. نروح للسؤال الأول. السؤال الأول: أي مما يأتي تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية؟ طب إحنا عشان نعرف إنه قائم الزاوية بناخذ أطوال ضلع، المفروض دائما إنه أطوال ضلع يمثل وتر المثلث قائم الزاوية، وبنسوي له تربيع. مثلا هون 9 تربيع يساوي، طبعا احنا هون عندنا فرع ألف، 9 تربيع هل يساوي 5 تربيع زائد 3 تربيع؟ 9 تربيع يساوي 81، 25 زائد 9، هل 81 يساوي 34؟ لا يساوي، إذن هذا ألف لا يصلح أن يكون مثلث قائم الزاوية. طيب نروح للفرع باء، أطول ضلع اللي هو 13، من هون تحكي له 13 تربيع، هل يساوي 12 تربيع زائد 5 تربيع؟ 13 تربيع اللي هو 169، هل يساوي 144 زائد 25؟ 144 زائد 25 169، إذا صحيح. نروح للفرع الثالث، اللي هو فرع جيم، عندنا أطول ضلع اللي هو 25، 25 تربيع، هل يساوي 24 تربيع زائد 20 تربيع؟ أكيد لا. ليش لا؟ لأنه يعني هاي 625 تساوي اللي هو 576 ل 24 تربيع، 576 زائد 400، يعني مبين انه هاي القيمة اكبر من هاي، ف فرع جيم لا يصلح ان يكون مثلث قائم الزاوية. نروح للفرع دال، طيب فرع دال عندي اطول ضلع اللي هو 21، 21 تربيع، هل يساوي 12 تربيع زائد 15 تربيع؟ 21 تربيع 441 يساوي 144 زائد 225، هل يساويها؟ هون عندك 9 6 369، هل يساوي 441؟ لا، إذا هذا لا يصلح. نروح الفرع بعديه، فرع ها، عندك 5 ديسيمتر، 10 ديسيمتر، جذر 75 ديسيمتر. طبعا احنا الوحدات ما بتفرق معنا، بس المهم انهم يكونوا كلهم نفس الوحدة، ما دام هم كلهم نفس الوحدة فما بأثر. طيب اطول اشي عندنا 10، هون 10 طبعا اكيد اطول من جذر 75. طيب فاذا هون 10 تربيع، 10 تربيع هل يساوي 5 تربيع زائد جذر 75 تربيع؟ هل 100 يساوي 25 زائد جذر بيروح مع التربيع بضل 75؟ نعم، إذا هذا يصلح. بضل عندنا آخر فرع، هو فرع واو، أطول ضلع اللي هو عندي 20 تربيع، هل يساوي 12 تربيع زائد 16 تربيع؟ 20 تربيع اللي هو 400، هل يساوي 144 زائد 256؟ هل 400 يساوي 400؟ نعم، إذن هاي خلصنا من السؤال الأول. نروح السؤال الثاني.
على السؤال الثاني. السؤال الثاني بحكي لك: عندك جد طول الضلع الثالث في كل مما يأتي. طيب، في عنا ثلاث أفرع للسؤال. الفرع الأول بحكي لك عندي أنا، نحطهم هون هيك، أي ألف. فرع ألف معطيني مثلث قائم الزاوية اسمه سين دال با، سين دال با. تمام، هسا المثلث سين دال با قائم الزاوية في دال، سين دال با قائم الزاوية في دال، معطيني سين دال 15 سنتي. تمام، ومعطيني دال با 8 سنتي، والضلع الثالث مين هو؟ سين بال، هو الوتر. عندي هنا الوتر هو المجهول، بدي أوجد الوتر. طيب، بكل بساطة خلينا نسمي الوتر، خلينا نسمي الوتر صاد مثلا. إذا هون راح يكون عندي صاد تربيع يساوي 15 تربيع زائد 8 تربيع ويساوي 15 تربيع اللي هو 225 زائد 8 تربيع 64. إذا صاد تربيع يساوي، صاد تربيع يساوي 9,8,298. طبعا هون بدي أوجد قيمة صاد، فبدي أخذ جذر التربيع للطرفين، نوضح هاي أحسن. هاي صاد تربيع، نأخذ جذر التربيع للطرفين، هاي الجذر التربيعي. إذا نلاقي إنه صاد تساوي أتوقع 17,289 جذر هاي يساوي 17. أوكي، طيب نروح للفرع با. الفرع با شو بده؟ الفرع با، الفرع با بده كمان يعرف الضلع الثالث لمين. في عندي مثلث اسمه ميم لام نون، ميم لام نون مثلث. تمام، هاي ميم لام نون قائم في لام. طيب، فيه ميم لام، ميم لام 1 سنتيمتر، وعندك ميم نون جذر 3 سنتيمتر. هذا موجود، تعرف أنا طول اللي هو لام نون. طيب، عندنا هنا كالعادة فيثاغورس وتر تربيع، إذا هون عندك جذر، جذر 3 تربيع يساوي الضلع الأول اللي هو 1 تربيع زائد، خلينا نسمي هذا الضلع نسميه فا مثلا، نسميه فا، هون راح يكون فا تربيع. جذر 3 تربيع اللي هو 3، جذر 3 تربيع، جذر بدي يروح مع التربيع، فبضل عندي هنا 3. طيب، هنا 3 يساوي 1 تربيع اللي هو 1 زائد فا تربيع، بدي اخذ الواحد ودي على الجهة الثانية، بدي يصير عندي هنا 3 ناقص 1 يساوي فا تربيع، معناته هنا 2 يساوي فا تربيع. بدي اخذ جذر التربيع للطرفين عشان اخلص من التربيع، اذا فا تساوي جذر 2. هاي بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة شو بحكي لي؟ الحالة الثالثة مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية طول أحد أضلاعه 7/10. طيب، نرسم مثلث قائم الزاوية. تمام، أحد أضلاعه 7/10، نفرض إنه هذا الضلع هو 7/10،
هذا 7 بالعشرة، وطول وتر 2.5. طيب بدي أعرف هذا طول الضلع هذا. إذا هون الوتر تربيع يعني 2.5 تربيع يساوي 7 بالعشرة تربيع زائد، نسمي هذه المسافة سين، هاي السين تربيع، 2.5 تربيع اللي هو 6.25 يساوي 7 بالعشرة اللي هي 49%، زائد سين تربيع، بدي أنقل هاي على الطرف الثاني، سين عندك هون 6.25% ناقص 49% يساوي سين تربيع 6.25، 6.25 ناقص 49% 49% يساوي 5.76، سين تربيع يساوي 5.76. تمام، آخذ جذر التربيع للطرفين، إذا السين تساوي، سين تساوي 2.4 بالعشرة، 2.4 سنتي. طيب هيك بكون احنا نصل للسؤال الثاني، نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث بحكي لك التالي، بقول لك السؤال الثالث، السؤال الثالث، طيب السؤال الثالث بقول لك في عندي المثلث دال هواء متطابق ضلعين، طول ضلعه 25 سنتي. طيب نرسم مثلث عشان نوضح الأمور، نرسم مثلث متطابق الضلعين. تمام، طيب هاي مثلث متطابق الضلعين، متطابق الضلعين، فهذا يساوي هذا، طول ضلعه 25 سنتي، 25 فهذا 25. تمام، طول القاعدة 40 سنتي، دي هاي. تمام، بدي أعرف قديش الارتفاع عندي في هذا المثلث، الارتفاع بدنا نعرف قديش الارتفاع. طيب هلا في من خصائص المثلث قائم، المثلث متطابق الضلعين، انه العمود النازل من الرأس ينصف القاعدة وتنصف زاوية الرأس، فانت تنصف القاعدة معناته هاي تساوي هاي. طيب هاي المسافة كل 40، فاذا هذه المسافة 20 وهذه المسافة 20، فصار عندي انا هون بدي اشوف انه صار عندي مثلث، مثلث هاي بدي احدد لك اياه، هاي المثلث هذا مثلث قائم الزاوية. تمام، هذا المثلث قائم الزاوية، طيب هذا المثلث قائم الزاوية، بدي اعرف قديش ارتفاعه، فهون بدي استخدم بما انه هذا يعني هون قائم، تمام هذه قائم زاوية قائمة، فبدي اروح استخدم فيثاغورس. عندي هون الوتر 25، خلينا نسمي الارتفاع، نسمي عين. تمام، طيب فعندنا هون راح يكون 25 تربيع يساوي 20 تربيع زائد عين تربيع، 25 تربيع اللي هو 625 يساوي 400 زائد عين تربيع، نفس الشيء معادلة، بدنا نقول 400 على الجهة الثانية، 625 ناقص 400 يساوي عين تربيع، معناته عين تربيع تساوي 225، وضي جذر التربيع للطرفين عشان نطلع عين، عين تساوي 15 سنتي. هاي بالنسبة للسؤال الثالث. نروح للسؤال الرابع،
نروح للسؤال الرابع. السؤال الرابع يقول لك مثلث قائم الزاوية مطابق الضلعين، طول متره يساوي 10.2 سنتيمتر، جد طول كل من الضلعين. طيب نرسم مثلث قائم الزاوية ومتطابق الضلعين، تمام. طيب هاي، وهذا المثلث متطابق الضلعين، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع. اللي مطلوب معطيني كمان 10، هون هذا 10.2، بدي أعرف طول هذا الضلع، طول هذا الضلع. طيب بكل بساطة بدي أفرض إنه مثلا طول الضلع سين، بدي أفرض طول الضلع سين. طيب بما إنه هذا يساوي هذا الضلع فهي برضو سين راح تكون. طيب إذا غير شو بحكي لنا؟ بحكي لنا الوتر تربيع اللي هو عندي 10.2 تربيع يساوي سين تربيع اللي هو الضلع الأول زائد سين تربيع للضلع الثاني. طيب نعرف إحنا من خصائص الأسس إنه الأس يوزع في الضرب. هون هذا الأس راح نوزعه هون وهون، إذا ربعت 10 راح تطلع 100، وإذا ربعت الجذر 2 راح تصير 2. روح الجذر، إذا هون وسين تربيع زائد سين تربيع يساوي 2 سين تربيع، 100 في 2 اللي هو 200 يساوي 2 سين تربيع، قسم الطرفين على 2، قسم الطرفين على 2، إذا سين تربيع يساوي 100، وإذا جذر التربيع للطرفين سين تساوي 10. خلصنا من السؤال الرابع، نروح للسؤال الخامس. طيب يقول لك احسب محيط المثلث في الشكل المجاور، احسب محيط المثلث في الشكل المجاور. طيب شو قانون المحيط المثلث؟ نتذكر مع بعض. محيط المثلث شو يساوي؟ يساوي مجموع أطوال أضلاعه، صحيح؟ طيب أنا لحد الآن مش عارف غير طول ضلع واحد اللي هو هذا 11 سنتي. طيب تذكر واحدة من خصائص المثلث 30-60 إذا بترجع للشرح. طيب ما هو هاي ما هي 90 درجة قائمة، فإذا هاي الزاوية أكيد بتكون 30 درجة، إذا هذا مثلث 30-60. حكينا في عنا خاصية في المثلث 30-60 أن الضلع المقابل للزاوية 30، الضلع المقابل للزاوية 30 بكون نصف طول الوتر. إذا نصف الوتر هون 11 وهون بيكون 11، إذا هذا كله بيكون قديش؟ 22. إذا عندي طول الوتر 22. طيب بس أنا بدي أحسب أطوال الأضلاع تبعت المثلث كلها عشان أقدر أطلع المحيط. إذا هون راح يكون عندي يساوي 22 + 11 + الضلع الثالث اللي هو أنا مش عارفه لحد الآن هو هذا الضلع، فأنا بدي أطلعه، بدي أرجع لمين؟ لفيثاغورس. طيب الوتر تربيع هو عندي هون 22، راح يكون عندي هون 22 تربيع يساوي 11 تربيع + اللي هو هذا الضلع الثالث، نسميه صاد، تمام، زائد صاد تربيع. طيب 22 تربيع أربعمية وأربعة وثمانين. إذن هون 484 يساوي 121 + ص تربيع.
طيب لأنه عندي الواحد 121 على الجهة الثانية، راح يصير عندك هون 484 ناقص 121 يساوي إقصاء التربيع. إقصاء التربيع طيب 484 ناقص 121 يساوي 363. 363 طيب 363 يساوي إقصاء التربيع، بدي أخلص من الجذر، بدي أخلص من الجذر، إذن هنا بدي أخذ جذر التربيع للطرفين، إذن هنا إقصاء تساوي الجذر التربيعي يساوي 19، إذن إقصاء تساوي 19 سنتيمتر. إذن هون القيمة الثالثة 19، إذن 19 زائد 11 هي تساوي 30 زائد 22 وتساوي 52 سنتي. إذن المحيط 52 سنتي. طيب خلصنا من السؤال الخامس، نروح للسؤال السادس. نروح للسؤال السادس. السؤال السادس بقول لك يحتاج أحد رجال الإنقاذ إلى تثبيت سلم على نافذة ترتفع عن الأرض 15 متر. طيب إذا علمت أن من شروط السلامة أن تكون مسافة بين قاعدة السلم والمبنى بمقدار ربع طول السلم تقريبا، فجد المسافة التقريبية لبعد القاعدة قاعدة السلم عن البناية. طيب ببساطة أنا هون في عندي هون لاحظين هذه المسافة وفي عندي هذه المسافة وفي عندي هذه المسافة، تمام؟ بس أنا عندي هاي 15 متر دور الارتفاع، تمام؟ وعندي هذه المسافة اللي هي طول السلم، خلنا نفرضها سين. طيب من السؤال بيحكي لك انه المسافة بمقدار ربع طول السلم، يعني هذه المسافة لازم تكون ربع سين، لازم تكون ربع سين. فإذا انا عرفت قديش سين بقدر اعرف قديش ربع سين، بقدر اعرف قديش المسافة المفروض تكون بين اسفل السلم والمبنى. طيب في دورس كمان الوتر تربيع إذا سين تربيع يساوي الضلع الأول اللي هو عندي هون 15 تربيع زائد ربع سين الكل تربيع. طيب إذا هون سين تربيع يساوي 15 تربيع اللي هو 225 زائد ربع سين تربيع، بدي أوزع التربيع من قوانين الأسس اللي أخذناها، هي 1 على 16 سين تربيع. طيب بدي أخلي السينات في جهة واحدة، بدي أنقل السينات هون على الجهة الثانية، راح يصير في عندي هون سين تربيع ناقص 1 على 16 سين تربيع يساوي 225. بدك توحد المقامات، هون تضرب 16 هون تضرب 16، راح يصير عندك هون 16 سين تربيع ناقص سين تربيع على 16 يساوي 225. هذه راح تصير عندي 16 تربيع ناقص سين تربيع 15 سين تربيع على 16 يساوي 225. بدك تضرب ضرب تبادلي، راح يصير عندك هون 15 سين تربيع يساوي 15 سين تربيع
يساوي 16 ضرب 225. هذه حاسبة، 16 ضرب 225 يساوي 16 ضرب 225 يساوي 3600. إذا هون 15 س تربيع يساوي 3600، قسم الطرفين على 15، هذا راح يعطيني إنه س تربيع تساوي 240. خذ الجذر التربيعي للطرفين، س تساوي هاي تقسيم 15 هاي 240، بدي أخذ جذرها. خمسطاش ونص، إذا هنا 15.5. طيب هاي المسافة اللي هي 15.5 اللي هي طول السلم، احنا لسه ما طلعنا قديش المسافة المفروض تكون بين المبنى والسلم. طيب لسه هون المسافة، المسافة بين المبنى والسلم حكينا قديش؟ ربع سين، ما سين هيها، إذا هون بدنا نحكي له ربع 15.5، ربع ضرب 15.5، 15.5 ضرب ربع يساوي تقريبا 3 متر، يساوي 3 متر و9 بالعشرة من المتر. طيب هاي بالنسبة للسؤال السادس. نروح للسؤال السابع. السؤال السابع يقول لك في عندي مثلث س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص، النقطة ب منتصف س ع واجيب منتصف ص ع. طيب ارسم مثلث قائم الزاوية، طيب هل هذا المثلث اسمه س ص ع؟ س ص ع، وفي عندك هنا بقول لك هذه النقطة، هذه النقطة منتصف وهذه النقطة منتصف، هاي اسمها باء وهاي اسمها جيم، في بيناتهم وصلنا بقطعة مستقيمة. طيب هلا بدي أثبت إنه، بدي أثبت إنه هاي باء جيم عمودي على ص ع، يعني بدي أثبت إنه هذه الزاوية قائمة. طيب أنا راح أقول لك إياها بطريقة مختلفة شوية. خلينا نفرض إنه طول ب ج، طول ب ج خلينا نفرض إنه هو ألف، نسميه ألف، وخلينا نسميه باء عين دال بدي أسميها، وجيم عين بدي أسميها فا. نسميها ف. تمام. طيب هلا المعرف من الخصائص اللي اخذناها في المثلث انه اذا كان في عندي انا في المثلث اخذنا منتصفات اضلاع وصلنا بقطعة، والقطعة هذه لها ميزة، راح توازي، راح توازي الضلع الثالث. تمام، وراح تكون نصف طولها. فإذا كانت باء جيم اللي هي ألف، هذه طولها ألف، باء جيم طولها ألف، فقديش راح تكون سين صاد؟ راح تكون 2 ألف. تمام. طيب هسه باء منتصف سين عين معناته برضو هذه المسافة اللي هي من سين لباء برضو دال، المفروض انه هذه المسافة كمان 2 دال. طيب
وفي عندي هون هذه المسافة اللي هي جيم عين فا، وفي هي بالمنتصف، إذا برضو هاي كمان اسمها فا. إذا هاي المسافة كلها قديش؟ 2 فا. هو الحلو في الموضوع قال لك إنه س صاد عين مثلث قائم، مدام مثلث قائم لعد بحق في فيثاغورس، مفروض إنه إيش بحق في فيثاغورس. طيب مدام بحق في فيثاغورس عاد بنقدر نحكي بكل بساطة إنه اثنين دال، اثنين دال تربيع ماله يساوي اثنين ألف تربيع الضلع الأول زائد اثنين فا تربيع، صح؟ تمام. طيب اثنين دال تربيع شو بعطيني؟ بعطيني أربعة دال يساوي اثنين ألف تربيع بعطيني أربعة ألف زائد اثنين فا تربيع بعطيني أربعة فا. تنسوش هنا في تربيع تربيع تربيع. طيب بعدين شو بدي أعمل؟ تلاحظ أنت هذول الحدين، هذول الحدين في عامل مشترك بيناتهم اللي هو إيش؟ أربعة. خذ العامل المشترك برا وافتح قوس، بصير عندك هون ألف تربيع زائد فا تربيع، هذا يساوي إيش؟ أربعة دال تربيع. قسم الطرفين على أربعة، طلع شو طلع معنا؟ يا سلام، دال تربيع يساوي ألف تربيع زائد فا تربيع. نرجع على الشكل، نرجع على الشكل، دال تربيع يساوي ألف تربيع زائد فا تربيع، معناتها مثلث قائم الزاوية بناء على فيثاغورس، ما دام قائم الزاوية لعد هاي الزاوية قائمة فقط. طيب نروح للسؤال اللي بعديه، سؤال رقم 8. سؤال رقم 8، طيب سؤال رقم 8 بقول لك في عندي انا مضمار سباق، تأمل الشكل ثم أجب على الأسئلة التي تليها. طيب بقول لك أنا عندي هون مضمار، وفي عندي متسابق، في عندي نقطة البداية، والمتسابق هذا بدي أحسب أول إشي المسافة التي يقطعها من خط البداية. طيب معناته اللاعب هذا أو المتسابق بدي يمشي هيك، تمام؟ هسا المسافة هاي 110، 110 وهاي وهاي 90. طيب معناته المسافة فرع ألف، المسافة المسافة تساوي 110 زائد 90 ويساوي 200 متر، تمام؟ طيب هاي خلصنا من الفرع الأول. الفرع الثاني بيقول لك حدد على الشكل إزاحة اللاعب ثم أحسب مقدارها. الإزاحة المقصود أن عندي هاي اللاعب هون موجود، اللاعب موجود هون، تمام؟ وين وصل؟ وصل لهون. طيب الإزاحة يعني هي المسافة المباشرة بين النقطتين هذول، يعني من هون لهون. فعندي هون صار إيش؟ في عندي صار مثلث قائم الزاوية، صار في عندي هون إيش؟ مثلث قائم الزاوية. طيب مثلث قائم الزاوية انتهى، حلت مشكلتنا. اللي هو خلينا نسمي هذه المسافة ف، تمام؟ فراح يكون عندي هنا فا تربيع يساوي 70 تربيع زائد 90 تربيع. إذا عندي هنا فا تربيع، فا تربيع بين ضاد هاي، طيب فا
فتربيع يساوي 4900 زائد 8100، يعني زي كأنها 5000 زائد 8000، فتربيع تساوي اللي هو 13000. بدنا ناخذ جذر التربيع إلى الطرفين، معناته فتساوي 13000. بدي 13000 أس نص يساوي 114 متر. إذن المسافة عندي هون 114 متر. الإزاحة من البداية إلى النهاية 114 متر. طيب نروح للسؤال التاسع. السؤال التاسع بيحكي لك في دورية شرطة تطارد عصابة مهربين وقفت في منطقة على شكل مستطيل سين صاد عين، سين صاد 6 كيلومتر. هذه المسافة عندي هون 6 كيلومتر، تمام، وصاد عين 3 كيلومتر. 3 كيلومتر. جد مقدار كل من المسافة والإزاحة، المسافة والإزاحة التي تفصل بين الدورية والعصابة في الحالات التالية. الحالة الأولى، إذا تحركت الدورية من سين إلى صاد باتجاه عكس عقارب الساعة. إحنا عندنا الساعة هيك، وبنعرف إنه هاي اتجاه عقارب الساعة، وهو بده عكس عقارب اتجاه الساعة. وهو تحركت من سين، من عند سين تحركت عكس عقارب الساعة، بدي أوصل لوين؟ لصاد. فأنا عشان أوصل لصاد، عشان أوصل لصاد بدي أمشي بالأسلوب التالي، من سين ل من سين إلى، لازم يزبط، من سين إي، من سين إلى لام، ومن لام إلى عين، ومن عين إلى صاد. طيب إحنا هون هاي بما أنه مستطيل معناته هاي 3 كيلومتر، هاي 3 كيلومتر، وهاي أكيد 6 كيلومتر. فأنا بدي أمشي هذه المسافة، وبعدين أمشي هذه المسافة، وبعدين أمشي هذه المسافة. فأنا هون بقدر أحكي لك باختصار إنه فرع ألف، فرع ألف المسافة، المسافة تساوي 3 زائد 6 زائد 3 وتساوي 12 كيلومتر. هاي ايش المسافة؟ الازاحة يعني الخط المباشر بين سين وصاد، اللي هو هون الازاحة اللي هو 6 كيلومتر. الازاحة تساوي 6 كيلومتر. هذا بالنسبة للفرع الف. الفرع باء، اذا تحركت الدورية من سين، طيب بس خلينا نمحي هنا عشان تكون واضح الأمور. طيب إذا تحرك، إذا تحركت الدورية من سين، من سين لوين؟ من سين للام، ومن لام لعين. طيب من سين للام 3 كيلومتر، 3 كيلومتر، ومن لام لعين 6 كيلومتر. إذن هون الفرع باء، فرع باء الفرع باء المسافة، المسافة شو تساوي؟ هو 3 زائد 6 ويساوي 9 كيلومتر. طيب الإزاحة، إزاحة شيء ثاني، راح تكون خط مباشر من سين لعين، خط مباشر من سين لعين. وهنا برضو كمان صار في عندي إيش؟ مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. وهذا المثلث عرفنا منه ضلعين اللي هم 3 و6. خلاص بعرف الوتر بكل بساطة.
نسمي سين برضو. إذن هنا بدي أحكي له سين تربيع، سين تربيع يساوي 3 تربيع زائد 6 تربيع ويساوي 9 زائد 36، سين تربيع تساوي 45. خذ الجذر التربيعي للطرفين، يطلع عندك سين تساوي 3 جذر 5، أو طلع الآلة الحاسبة 45 بدي جذرها يساوي 6.7، 6.7. إذن سين تساوي 6.7. كيلو متر، تمام. إذا هون بنقدر نحكي إن المسافة راح تكون 6.7، هذه الإزاحة، تمام. هذه المسافة، إذا هون هذه المسافة وهذه الإزاحة، هاي الإزاحة. طيب نروح للسؤال الأخير. السؤال الأخير بحكي لك عين العدد الحقيقي، عين العدد الحقيقي جذر 2 على خط الأعداد باستخدام مبرهن فيثاغورس. طيب هسه احنا إذا رسمنا مثلث قائم الزاوية، تمام، حكيت لك إنه هذا الضلع طوله 1 سنتي وهذا 1 سنتي، فبناء على فيثاغورس إنه تربيع هذا زائد تربيع هذا يساوي هذا تربيع هذا اللي هو هنا بده يطلع معي جذر 2. طيب راح أنا أفهمك كيف راح نطلع على خط الأعداد باستخدام برنامج. طيب بدي أرسم هون، بس هون بدي أكبر عشان نتحرك على وحدة واحدة، طيب هلا هون بدي أرسم أنا مثلث قائم الزاوية، هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية طولها 1، طلع طوله 1، والارتفاع عندي 1، نرجع لهون، تمام. طيب بدي أنا آخذ المسافة هاي نفسها اللي هي هذه المسافة اللي هو من عند هنا عند A ل C، هذه المسافة اللي هي تمثل جذر 2، فأنا بدي إيش آخذ هذه المسافة وأنزلها على خط الأعداد، عشان أعرف وين بتتقاطع. فأنا الأسهل هنا بدي أرسم دائرة، تمام، بدي أرسم دائرة تكون مركزها نقطة الأصل وبتمر وين في النقطة سي هون، تمام. ايوه هلا هون انا شو اللي بدي اعمله، راحت نجلس المكان مرة، تمام. طيب طلع هون شو بدي اعمل، بدي اروح انا اكبر هون عند نقطة التقاطع الدائرة مع خط الأعداد هون، بدي أكبر هيك، بدناش دائرة، هنا تول موف. طيب خلينا نكبر كمان. طيب بدي أكبر كمان، بدي أكبر قدر المستطاع، ماشي. بس أنا هاي النقطة اللي هي نقطة التقاطع
هاي بدي أحددها. تمام، هذه نقطة تقاطع. طيب هذه نقطة تقاطع، بدي أعرف قديش هذه النقطة التقاطع المسافة بينها وبين نقطة الأصل اللي هي الصفر. طيب نخلي هون يحسب لي إياها المسافة هاي. هذه النقطة أنا بدي أشيلها. طيب بدي أحسب المسافة، في هون عندي خاصية بحسب لي إياها المسافة بين النقطة A والنقطة E. طلع قديش أعطاني؟ أعطاني إنه المسافة هي 1.41%. طيب إحنا كيف هسا بدنا نستفيد من هذا الحكي؟ بنروح على الآلة الحاسبة، بنروح على الآلة الحاسبة وبنشوف قديش جذر الاثنين تقريبا يساوي، طلع شو سوى؟ 1.41. إذا هي نفس المسافة، إذا هذا الحكي يمثل جذر اثنين. واستعنا في إيش؟ استعنا في فيثاغورس، لأنه إحنا هون عندنا في مسافة من مركز الدائرة لمحيط الدائرة هي دائما مسافة متساوية، والدليل إنه أنا هون أحسب لك كمان برضو المسافة بين النقطة A والنقطة C، مفروض يعطيني 1.41 لازم، لأنه نسقطه بالضبط. بتأمل يكون حل الأسئلة واضح، بتأمل كل شيء يكون بسيط. شكرا لكم، يعطيكم العافية.